بميناء طنجة المتوسط هناك 16 رحلة يوميا في اتجاه ميناء الجزيرة الخضراء، 3 رحلات أسبوعية في اتجاه برشلونة، وأخرى أسبوعيا في اتجاه كل من فرنسا عبر ميناء سات وإيطاليا عبر جنوة، رحلة من المنتظر أن تتضاعف وتيرتها في غضون الأيام القادمة. كاين 16 رحلة يومية كيمشيو للجزيراس اللي غادي توصل هاد الصيف ل 38، كاين 5 ديال البواخر اللي غادي يتزادوا باش يوصلوا مينيموم 10 ديال البواخر و4 ديال الشركات الملاحية. حوالى نصف عدد المهاجرين المغاربة المقيمين بديار المهجر يعبرون ميناء طنجة المتوسط منذ إحداثه. بالنسبة إليهم هذه السنة هناك ارتفاع في الأثمنة، لكن في المقابل هناك وفرة في العرض. جيت من خزيرت. خزيرت لهنا موجودة زعما، ماشي لقينا خارجين ركبنا فيه. أنا ومدام وجوج ديال الوليدات خلصت 1500 درهم. هذه شهرين، هذه دوس ميسيس، يعني شهرين ركبت ب 10 اورو. دابا حاليا ركبت دابا ب 35 اورو. بالنسبة لإدارة ميناء طنجة المتوسط هناك اتفاقية لدخول بواخر بطاقة استيعابية كبرى وبأثمنة في متناول الزبناء. هاد السنة كاين واحد التباين ما بين الأثمنة اللي كاينة في ميناء طنجة المتوسط والأثمنة اللي كانت السنة الماضية. فيما يخص السيارة مع راكب واحد 1300 درهم، فيما يخص الراجلين في الثمن يتراوح ما بين 250 درهم و 350 درهم حسب نوعية الباخرة وحسب الشركة. استثمارات جديدة تقدر بحوالي 16 مليار سنتيم لتوسيع الأرصفة وكذا نقاط التفتيش داخل ميناء طنجة المتوسط، حيث من المرتقب أن يعبر الميناء أزيد من مليوني شخص من أبناء جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج.